الفضل الذكر على كل حال تصل أحاديث إقلان ولكن أنتقي بعضا منها. ذا شوث بازال ذا شوث القيمة من الذكر عبادة الذكر. أتجاوب في السؤال عن طريق الأحاديث أدخترا 16 أو 17 حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. الحديث مزوارو إن النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون. الله يا ربي الله هنا الزوار زوار المفردون ناس الصحابة. وما المفردون يا رسول الله؟ هل هو قد قي زوارا أثناء ذي القمة زوارا؟ إناس الذاكرون الله كثيرا والذاكرات ويقى ذي ذكرنا ربي أطاس أكثي قال يعني ثلاوين وثنتي تسويرا ذي ذكرنا ربي أطاس. الحديث صحيح رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة. يكل أحاديث مسلمك الملان صحان. الحديث والسين في مسند الإمام أحمد مرفوعا من حديث أبي الدرداء إن النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم. إذا سكنت خبرا سل خذمان ونيلهان سل خذمان ونيسعان توزكان إسعان أزال غربين سبحانه عز وجل فينا يرفع عندي الدرجة من يوم القيامة الصحابة الناس داشوث. وماذاك يا رسول الله داشوث الخذماء قال السوظن غلم قام عليهم إناس ذكر الله عز وجل يعني وين راه يذكرنا ربي سبحانه وين راه يذكرنا ربي سبحانه عز وجل. الحديث وايض رواه الإمام مسلم أيضا يناد النبي صلى الله عليه وسلم لا يقعد قوم يذكرون الله إن إكمال قيمني يمذانا ذكرا ربي سبحانه عز وجل إلا حفتهم الملائكة. الملائكة الحضر نينس ذا دورة الملائكة في اللسن وغشيتهم الرحمة يعني المجلس ذي المجلس من الرحمة ثورة دنيا ذي البداية أشحال مجلس ذي نقيم والو ولاش أذكر ربي سبحانه أو لاش الاستغفار أو لاش التسبيح ماذ دوني ثلا ماذ دولار إلا ماذ دينار إلا كل شيء إلا ما عدا ذكر الله سبحانه وتعالى. أمشر في الرحمة أمشر لنت الملائكة المجلس ماجي وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة. أسني فك ربي والفضل ذم قران أسني فك السكينة السكينة قيث مثلا العارفون بالله أتزل تاوزن تصهيرا باش ضوض درجة السكينة. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقد ذكر ربي سبحانه ألا سنفك السكينة وذكرهم الله في من عنده إفكاس من الفضل وايض أثنف ذا ربي سبحانه عز وجل. نكوني جارنا كان يثمثل ما سلغي الناس العباد الصالحين يذكرك ذي الخير ما شاء الله أتفرح هذا صيد الفلان ويتسويانا يذكرين ذي الخير. وما أدراك ولله المثل الأعلى ما إلا ربي سبحانه كيتسويانا يفذري كد في الملأ الأعلى. الحديث وصربعا في صحيح الإمام مسلم هذا الحديث صحيح عن معاوية رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يونواس يفغد ريوث الحلقة يفغد ريوث الحلقة ذن ذي الصحابة ذغي الناس ما أجلسكم ذا شو يتخدمهم ذي المجلساقين وشو أشو كن يطفنا تقيمهم ثغي ميثاقين وان ذا شو سنن قالوا جلسنا نذكر الله. الله يا ربي الله نقيم باش نذكر ربي والسنة تسقم ذان مروالين غاشية ذكرنا ربي أسقام تاقي وثل قاران وثل هاران إلى آخره. أذكرنا ربي سبحانه عز وجل بما يرضيه في قذقيذ المجالس من الرحمة. أكان يجاوه النبي عليه الصلاة والسلام ننس جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام. هنا ننس نذكر ربي سبحانه وثنحمد ميغد يهذغ الإسلام. أشو سنين النبي عليه الصلاة والسلام بشريثا يسفرحيثا إنس أتاني جبريل سفير الأنبياء يوسف الأنباسادور يوسف الأنبياء جبريل عليه السلام فأخبرني يفكيد الخضار داش الخضار هكي إناس أن الله يباهي بكم الملائكة
ولاش الشرف فم الشرف هاكي ربي سبحانه يتزخوس الذاكرين ازداد الملائكة يباهي بهم الملائكة. إذن حديث رائع حديث صحيح رواه الإمام مسلم. ويس خمسة سأل يونس قرقازم يونس هذا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ذا شو الخدمة قلهان أفضل الأعمال باش الخدمة باش الذبعا وباش الطبقا ذا شو سي النبي صلى الله عليه وسلم إناس أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله الخير أرباح. يعني معنى يس الإنسان يلازم الذكر ما تشاهدين يا ربي ما خطر سمحتي لأنك الغشية أذشان ربي ولكن ذي مذوحة يزكي وان ما يضاكنا مقبار لكن لو سلتو ما يتسلياس نجماس نغذفاس نغذميس نغشو دام داكوليس أكن أثر دخلوا زكا غادي الشهاد أذي ذكر ربي سبحانه لا إله إلا الله محمد رسول الله أربي سمعي ثين بزورة ثين قورا أكن ردي فرسك بورتاي باي باي قال خير الذكر. ولكن ذاك الناس النبي عليه الصلاة والسلام الناس لقين سيك هذير دايما يرضض من ذكر الله سجلني مثل الله يبارك لفذا يذكر ربي سبحانه نكون يقول يقول ما يكرسني يا ذا ما يقيم أمني ما يقول سقر الميس يفذر كل شيء ما عدا ربي سبحانه ولا موتي توقورة ما شاكي ناس طار ربي أمني هذا ذا أئمة تواغيث ستدير أولي خرض لو كان ذولي عمرا صربي سبحانه عز وجل أذير اسم ربي سبحانه يقرب سلسيس فلنعتبر. الحديث وايض وستة ورد في المسند مسند الإمام أحمد من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه إنك خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إفرد رورنا يناد أيها الناس أي مذن ارتعوا في رياض الجنة رحت للبحير الجنف قلنا يا رسول الله ذا شوث انت رياض الجنة إنس مجالس الذكر المجالس في جمويع أندى إلى ذكر الله سيقذا يوم يسمان في عليه الصلاة والسلام تفحيرين الجنة. حديث السبعة ورد في الصحيحين يعني في البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه ذا شدنا النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت يشبه في صلى الله عليه وسلم وين ذكرنا ربي أم العبد لن حي ما ذوينا ذكرى ربي وين يتسون ربي سبحانه إن يشوقي ذي العبد يموثا أم الميت. أنه قال الحديث والثمانية النبي عليه الصلاة والسلام يناد يروي الحديث ينادي الحديث يناستد إبراهيم الخليل في كاسية الوصية إبراهيم الخليل في ليلة الإسراء ذي الرحلة اللي يخذ من فيها صلاة والسلام سيدنا ربي ليلة رحلة الإسراء والمعراج الرحلة المشهورة الرحلة الخالدة من فيها صلاة والسلام ذا شو سنة إبراهيم الخليل إي محمد صلى الله عليه وسلم إناس يا محمد سرثك وقيك الوكام لكن من لا مرة إناس إبراهيم محمد صلى الله عليه وسلم أقرئ أمتك مني السلام إيصوض عبد السلام سبحان الله نكني جارنا كان ما كيل فايت سليم فلا كان فرح أسيد مرحبا سلاميس مرحبا سلاميس ذا نكني أسيد إبراهيم الخليل مرحبا سلاميك إن ياسي محمد صلى الله عليه وسلم أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم سورة الأخبار أن الجنة طيبة التربة الجنة كيف أنت سزال فأنت عتيف فأنت خدم فأنت عبد ربي إن ياسي خليس طيب يلها إن ياس عذبة الماء أمني سلهان جديد صفان غامو السنة قل الله يبارك ونفذوي ونسي العارفين إنا يسمي ولا غاسمي حار يعني سخون بزاف حار إنا كاد مشتيغ جهنم في رق الغطس ديون صفيرا أكنا ثوض درجة الحرارة 33 34 48 غان سرقيجي أندا إلى كليماتيزور أندا إلى فونتيلاتور أندا إلى مني سماظن الله يا ربي الله ده شغل سراجون ذي الأخرث الورميديوس واس بازغال يحمى نطاس
أدن مشتين سيحمان أكثر أدن مشتين جهنم والعياذ بالله. ألور ذاك الناس عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها يعني الزويس جوريس ذا شوت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الحديث حسن رواه الإمامان الترمذي والإمام أحمد. ألو رأي ثمثن تجر من الجنة ذي الذكر ألو رويني فغانا ذي الزون التجر ذي الجنة سوى شو سد ذكر مدن سبحان الله ذات جراثي ناشيني مدن الحمد لله كيف كيف لا إله إلا الله أكبر. وكن ديني حديث وياض إن أدن في صلى الله عليه وسلم يوثن تجرى ذي الجنة أذي الحوم الراكب ذي فيليس ميات سنة الراكب ما تشيويني الحن فوضار ذي فيليس فيلين يسعن فيلين على كل حال الوقت ما يسمحش باش نفصل أدخثيرا كان فقط بعض الأحاديث. أدو غلغ الحديث وست ساعة يناد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإمام مسلم فيما يرويه عن ربه وقي حديث قدسي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه شو دينا أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ذا شو المعنى الحديثين ربي سبحانه وتعالى تمسلي إنيش على حسب وليش على حسب نيايش أكن إلا وليش يقول ربي سبحانه وتعالى إنيش ما إلا فذر ربي ربي ثاني يذش ذا شث الرغم إلى ربي لا أرثمك إلا يذش أم بعد يناد إنيك مويني ذكر ذقولي سيثنفسيثيس ربي سبحانه أثيد يفذر إثنفسيثيس ماذا ونه يفذر نير الغاشي يري مثانا ربي سبحانه أكيد يفذر يرث الملأ آخر من الملأ أقلنا آخر من تجمعي ثنا آخر من الغاشي النار. الحديث 19 هذا حديث صحيح في البخاري يناد النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان سني ووالا سني مسلين خفيفتان على اللسان أخفيفيث في السوسيث أفيلس ثقيلتان في الميزان يعني الزيث ذي الحسنات الزيث الحسنات حبيبتان إلى الرحمن يعني ربي حملي ثنت ذا شو ثنت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يعني ربي ثقي الزيث الزيث ذرار والوزين ترى والخفيفيث مرد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يسعدك أمرزقي. ثورة نغارغ الحديث ويس 11 يناد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإمام مسلم أحب الكلام إلى الله أكوى ولحمل ربي سبحانه أحب الكلام الله تعالى أربع مثلين أمزواره سبحان الله والسين الحمد لله والثلاثة لا إله إلا الله والسربعة الله أكبر. بعد الحديث يكمل ولا يضرك بأيهن بدأت أفذس قمزواره ناس قول الماس ناس قول قالوا كيف كيف لاجر ذيون. الحديث 12 يناد النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الإمام الترمذي يناد سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله مداد كلماته ويوصد في عليه الصلاة والسلام باش الحديث أجي أفيد نغار الصبح وأفيد نغار تمديد ما ولاش مقاري وثنتي كلت دقاس. الحديث 13 ورد في الصحيحين في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه يناد النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة وين رديين ذكراكي ذكيون واس 100 مرة ذا شو الفايدة كانت له عيد لا 10 رقاب أماكن إحرار رد 10 بخلان 10 لزيسكلاب يغثنيد
الناس نروح في سبيل الله وكتبت له 100 حسنة وسيكتب ربي 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة أسمح ربي 100 سيئات وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي وكي حرز ربي وربي سبحانه وكي يحفظ سي الشيطان أسكامل ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به ولش وقنا مشيني سوى لكسبسيون إلا رجل عمل أكثر منه سوى وين كيفن وين كي غلفن إفذا ربي أكثر ريش أخاطر ربي سبحانه ويناد وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الحديث 14 حديث أيضا صحيح رواه الإمامان الترمذي وابن ماجة عن جابر بن عبد الله الناد أفضل الذكر لا إله إلا الله ولش الذكر إجيفن مرادين لا إله إلا الله ذوقيد يقصد على حسب تفسير ابن عباس في سورة إبراهيم الآية 24 إمدينا ربي ومثال ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء التفسير ابن عباس إنك ربي قصد لا إله إلا الله وهي أفضل الذكر. الحديث 15 عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم من النبي صلى الله عليه وسلم إن ياسين تسع يا أبي موسى الأشعري ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة إن اسمك دملا أي الروج أن ترزور كنز ذي الكنوز الجنة من الكنوز الجنة إن ياس بلا يا رسول الله فرازر غدا في الروجاقي إن ياس قل لا حول ولا قوة إلا بالله أو إني فغانا سيفك ربي يا الروج ذي الجنة أذي حافظ في الذكرى لا حول ولا قوة إلا بالله. وستاش النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري يناد من قال ولردين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة ولردين الذكرى قل يصفان معنى إيمانا واعتقادا سقوليس هذا الحديث إن وجبت له الجنة حديث أبو داود. حديث واحد غير واحد الإمام مسلم أن قالوا 17 إن ذن في عصر سلمي قيم نساء أبو بكر الصديق أكل عمر الخطاب أذغان إن ياس أبو بكر الصديق إن ياس يا رسول الله أنواع قلهان ذي المجاهدين طائفة المجاهدين ما كاتيجوريا جي علينا القيم نساء إن ياس النبي صلى الله عليه وسلم إن أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرى ويقال ذكرى ربي أطاس إن يسن وذي الصالحين أن ويقال أنك ذي السن إن أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرى ويقال ذكرى ربي أطاس أمي دي فكاست قسين في عصة السلمة في جوفك أذغى أبو بكر الصديق ساعة عمر بالخطاب إن ذهب الذاكرون بكل خير هنا ياس الذاكرون يوين كل خير عوم الخير غرسن نبي عليه الصلاة والسلام يدخل دي جاود إن ياس أجل أجل يوم بولي سينا المعنى يس نعم أبوين كل خير ذا القرآن أغج على ربي السيسن ثورة بغض 17 الأحاديث هي ثماثن ولكن تصيق اللاني وقد كان في حدود الوقت إنسى هذه الدرس ولكن تصل الأذكار لعبد ما يستغفر الله فارك ما إلا يصلى في النبي صلى الله عليه وسلم ذا الله ذلك المهم أوري غفلارا غف الذكر من ربي سبحانه عز وجل.